الحمد لله والصلاة على الخاتم الأنبياء. أنا أساس في المنطقة ديال الأناسي بحي السلام مجموعة دي دو الزنقة 10. أنا أب ديال 6 الوليدات. المهنة ديالي حارس ليلي. أنا تنتواجد هنا في هذه المنطقة ديال الأناسي. تعرضنا لواحد الهجوم ديال واحد 5 الأشخاص ذوي سوابق عدلية، جاو بكرويلة وجاو دخلوا وتهدوا علينا بالسيوفة وهرسوا القريطة، الجاج ديال القريطة. جايين باغيين يهزوا موطور الساعة اللي أنا عندي الجاج في مي وعندي الكاميرات وحاضرين ملي كانوا جايين. أنا عرفتهم هازين سيوفة، ما بغيتش نخرج ليهم. شفتهم أش يديروا؟ قلت لي أش كاين؟ داروا ضربوا الجاج وخرجوا هربوا. قصد الشفرة دابا. وحنا تنطالبوا يفتح واحد التحقيق هنا في هذه المنطقة ديال أناسي. أنا كنت ناعس كنت داو لي موطور. عندي وثائق ديال الناس اللي تيحطوا عندي. انا خدام هنا في هذه المنطقه قانوني، اللي كل واحد عندي هنا في هذا الباركين عندي كارني ديالو. ما يمكنش واحد يمشي ليه موطور ولا تمشي ليه سياره ونقول لي حق ما حطش عندي، وانا موثق على راسي بانه هذا الكارني تيحمل الزنقه واللقب ديال الباركين. يعني هذا الضبط ديال الامور. هذه المنطقه راك تعرفوها هي نقطة سوداء. أنا خدام أنا والمرأة ديالي، المرأة تخدم بنهار أنا تنخدم بالليل. أنا الناس كلهم تعرفوني هنا بأن أنا حارس ليلي 13 عام وأنا هنا، ما عمرني عندي شي دوسي في المحكمة ولا في الكوميسيرية ديال السرقة. أنا في المنطقة ديال أناسي حقاش عيت من درت فيديوهات، عيت من طالب بالحماية. أنا خايف على راسي وخايف حتى على أولادي. هاد الناس راه دايرين واحد الرعب، ودايرين واحد الرعب هنا في هذه المنطقة. جاو بكرويلة وهازين سيوف راك تشوفوا في الفيديوهات. أنا ما تنقولش هذاك الشيء من راسي، أنا عندي حاجة موثقة. عندي كاميرات دايرهم على حساب باش نحمي هاد الممتلكات ديال هاد الناس اللي أنا تنتخلص فيهم.